ظلت القضية الفلسطينية عالقة، لا قرار ينفذ ولا توصية يتم الأخذ بها، وشعرت إسرائيل أنها تملكت الأرض بمن عليها، وصارت تدهس حقوق الفلسطينيين كل يوم، والدول الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان تتجاهل ما يحدث للشعب الأعزل. ففي 8 ديسمبر عام 1987 دهست شاحنة إسرائيلية سيارة يستقلها مجموعة من الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة 4 منهم. وفي اليوم التالي وأثناء الجنازة اندلع احتجاج عفوي من الأهالي، فقاموا بإلقاء الحجارة على أحد مواقع جيش الاحتلال. لم تصل الحجارة إلى جنود الاحتلال، لكن الجنود قرروا الرد بإطلاق نيران بنادقهم صوب الأهالي السائرين في الجنازة، فتساقط بعضهم شهداء. ولم يملك الفلسطينيون إلا الحجارة الملقاة على الأرض ليردوا بها على الرصاص، لتبدأ انتفاضة الحجارة كرد فعل طبيعي على ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من ظلم شديد من سلطات الاحتلال، ظلم اعترف به أبا إبيان وزير خارجية إسرائيل حين قال إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم، ليس لهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية، إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهوداً، إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار. وقد حدث الانفجار الذي توقعه وزير خارجية إسرائيل. وتطورت الانتفاضة، فقام الشعب الفلسطيني بحركة عصيان مدني كبيرة، وانطلقت المظاهرات في كل مكان تندد بسلطات الاحتلال وتحيي القضية الفلسطينية وتضعها في مقدمة أولويات دول العالم، بعد أن قتل المحتل 1300 فلسطيني من بينهم أطفال أبرياء. وقد وثق الشاعر الكبير نزار قباني لتلك الانتفاضة بقصيدة يا تلاميذ غزة، التي جاء فيها يا تلاميذ غزة علمونا، يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا